لا هيك حسابك كثير يا نافل، لازم نحكي معك ما بصير. يا الله شو؟ شو الرقم غير صحيح؟ هذا الرقم اللي أنا بعب له يا دائما. شو هالحركات هاي يا غافل؟ بدك تلعب معي؟ بسيطة، ليش هي دارك بعيدة؟ ما هيني جايك على الدار. إيش استفدنا منك اليوم؟ كل تليفوناتك مقطوعة وحملتي حالك ديون، ها؟ لأبو تحسين عشان ترضى تمشي لي ورا هالسواليف الفارطة. ولك يا هبلة، يا خوتة، يا طرمة. كيف شو استفدت؟ استفدت أحلى نغمة، هاي نغمة وبعثوا لي إياها، اسمعي بس أنت اسمعي، ها؟ اسمعي. بس كفي ليدي يا فرحتي، والله وربحان نغمة. روح افتح الباب، روح افتح الباب، مش عاجبها نغمة. مرحبا يا أختي. يا هلا. غافل هان؟ موجود، تفضل. شكرا. هلا هلا بالغالي، هلا بحبيبي، هلا 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 ابو تحسين، اجيت والله جابك. شو مالك يا رجل؟ انت بطلت تجمع يا بني ادم؟ انت رحت وقلت لي عدولي يا بني ادم، ما انت عارف الحال، عارف الحال. ابو تحسين انت ما عليك، كل قرش اخذته منك راح ارجع لك قده عشرة وفوقه بوسة لحية. فهمني كيف؟ انا بفهمك، اقعد اقعد. ها؟ اسمع، ربحت نغمة جديدة، تسمع؟ ما بدي اسمع. ومشارك ببرنامج مين الأذكى، وهذا أقل جائزة فيه مليون، مش أقل من مليون، والربح مضمون 100%. يا هم لالي، موت يا حمار. أبو تحسين، إلك ولا للواوي؟ لا، المرة هاي للواوي. الله يسامحك، هذا جواب. لخمتني، شو اللي بدك إياه؟ اسمع، أنت صرت ببيتي ومش معقول تفشلني. بدي أكم من دينار أشتري فيهن كتب عشان أثقف حالي وأطلع زلمي ذكي وبفهم وجاوب كل أسئلة، وكل قروشك راح أسدهن وفوقهن بوسة اللحية.